مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نخصصها الحديث عن لجنة تحقيق البرلمانية التي باشرت أعمالها وفق مصادر إعلامية، وبدأت باستدعاء مسؤول في وزارة التجهيز والنقل في إطار بدء عملها في التحقيق في مجموعة من الصفقات والملفات خلال العشرية الماضية. تشمل هذه الملفات صندوق عائدات النفطية، عقارات الدولة التي تم بيعها، نشاطات شركة بولي هوندونغ الصينية العاملة في مجال الصيد، صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، تصفية الشركة الوطنية أو الشركة الموريتانية للإرادة والتصدير سوني ميكس. معنا إذن للحديث عن هذا الموضوع الكاتب الصحفي سيد محمد بالعمش. استاذ محمد، اهلا وسهلا بك. في البدايه، ما تفسيرك لبدء اللجنه عملها باستدعاء مسؤول بوزاره التجهيز والنقل؟ لماذا بدات اللجنه برايك من وزاره التجهيز والنقل ومن هذا القطاع بالذات؟ اولا، حتى حسب معلوماتي انه تم استدعاء اكثر من شخص، ليس شخص واحد، وهناك عدد شخصيات، حوالي 40 شخصيه ما بين مسؤولين حاليين السامين ومتوسطين، مسؤولين متوسطين ومسؤولين سابقين سامين ومتوسطين، سيتم استدعائهم. والنقطة الثانية أنه وهذه مصدر أو اللجنة، ربما من المعلومات التي يمكن تصرح بها بطرق قانونية، أن استدعاء الأشخاص لا يعني اتهامهم بالضرورة، اتهامهم كأشخاص، لما قد يكونوا معنيين بهذه الملفات، يعرفون طريقة منحها وكيف منحت، واستماع لمسؤولين عموميين البحث عن أموال الشعب. ولا يعني أن كل من تستمع له اللجنة مذنبا، بالعكس قد يكون متهم أصلاً، متهما، بالعكس قد يكون متهمون قلة ولكن المستمع لهم كثر. طيب، أنا كنت أريد أن أتحدث قبل أن أبدأ بوزارة التجهيز عن الظرف العام. ممتاز، هذا هو سؤالي. نعم، الظرف العام، ما هو الظرف الذي تأتي فيه تشكيل هذه اللجنة؟ نعم، أصلا هل نحن أمام محاكمة سياسية؟ نعم، الظرف اللجنة هي مطلب تقليدي للنواب البرلمانيين. لجنة التحقيق هي مطالب تقليدية منذ إنشاء البرلمان بطريقة جدية من سنة 2006، والمعارضة تشكل لجان ثم تؤد قبل أن تطالب بتشكيل لجان تحقيق ثم كما قلت يتم وؤدها. وسبقوا أن حتى شركة هوندونغ سبقوا أن طالبوا بلجنة تحقيق في موضوعها، تم وؤدها قبل أن يتم إقرارها. الآن ما جرى أنه يحدث توافق لأول مرة بين النظام وبين المعارضة والوسط، يعني على تشكيل اللجنة في ظل الأزمة القائمة بين النظام والرئيس السابق. الأصابع كلما استمعنا إلى لجنة التحقيق تذهب تنصرف الأذهان إلى الرئيس السابق. أيوة، وهناك جدل قانوني حول حصانة الرئيس السابق وحول موضوع خيانة العظمى وغير ذلك. هناك جدل آخر حول إمكانية محاكمته أصلا، وهناك من يريد أن يطوع الموضوع، لأن الإذن في تبذير المال العام أو الفساد فيه بعض أصبح يعتبره تكييف قانوني، تكييف يعني قانوني أنه يدخل في، يعني في إطار الجدل القانوني المصاحب للموضوع. استمعنا للرئيس السابق سيد نعم حزب الاتحاد الجمهوري تقريبا قدم تكييفا، ومدير بدلنا والسيدي كتما قال ايضا هذا الموضوع، وهناك ايضا باحث موريتاني مقيم في فرنسا كتما قال في الموضوع. هناك عديد الاراء القانونيه من مهتمين، ان لم نقل مختصين، حول هذا الجانب. حول تكييف، اسمح لي، حول تكييف تهمه الخيانة العظمى من خلال التهم المتعلقه بالفساد. الخيانة العظمى لا تعني فقط العمال الخارج، انها قد تعني اما سرقة المال العام او العلم والسماء بذلك والسماح به او غير ذلك. اذا جروا موضوع الخيانة العظمى الى مواضيع متعلقة نعم، ومحاولة اخراج الرئيس السابق من موضوع الحصانة. طيب، ثم احد ركضات ربما علق تعليقا طريفا ان الموضوع يتعلق بظرف الرئيس، هل هو يمارس السلطة ويكون محصنا وحينما يخرج منها
تسقط يصبح مواطنا عاديا. عموما هذا الجانب استشار اردنا ان نذكر به في ظل تناول هذا الموضوع. بالنسبه لوزاره التجهيز هي وزاره محوريه في كل الصفقات التي تتكلمون عنها. ابتداء من الطرق، الارصفه، الموانئ، الجسور وغير ذلك. و بعض هذه الملفات حتى البنى التحتيه وثير حولها كثير، هناك بطعا في كثير من الصفقات التي تمنح هذه الاداره او تمنح وزاره التجهيز. اعتقد ان البدء بها لا يعني اهتماما اكثر، وانما يعني انه يبدا بملف، ثم حسب المصادر ومصادر من اللجنه الان لا يوجد ملف اهم من ملف. كل هذه الملفات سيتم تناولها. طيب انت برايك ايضا شيء اخر يمكن نعلق عليه، وهو عمر هذه اللجنه. هذه اللجنه عمرها 6 اشهر، ستستوفي عملها كامله خلال 6 اشهر، وخلال هذه 6 اشهر رصدت لديها ايضا ميزانيه تامه لاقتناء الخبراء، لاقتناء الفنيين، وللتنقل في حال السفر الى مثلا وادي بو او مكان اخر. طيب ولكن لا توجد من بين هذه المستلزمات الماديه علاوات للنواب اعضاء اللجنه. طيب انت برايك ما الذي تستهدفه او يستهدفه هذا التحقيق البرلماني؟ هل يستهدفه شخص الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، ام يستهدف نظامه، ام ماذا؟ انما الاعمال بالنيات. ايوه، ونحن الان قد نختلف على النيات، ولكن سنحاول ان نخرج لكل نيته. ربما هناك في اللجنه او من دعمها من يريد نزع الستر عن الرئيس السابق محمد العبد العزيز. تقصد الغطاء. الغطاء. وايضا هناك من لديه مطلب قديم، مثل المعارضه التقليديه، من لديها مطلب قديم حول لجان التحقيق، وهناك مطالب بتحقيق فيه مختلف صفقات. لديك في اللجنه هناك ممثل لحزب التواصل صوف الشيباني، وهناك ممثل لكتله التكتل وتقدم نائب عبد الحميد المولود. وهو متحمس في هذا الموضوع للامانه. وهناك في جانب احد المتحمسين من الاغلبيه الدان العثمان، وهناك ايضا لديك رئيس الفريق وهو الشخص القوي حبيب الجاه، ورئيس الوزراء السابق وهو نائب الان يحيى الواقف، وغيرهم من الشخصيات التي ربما اما ظلت تحمل موقفا صامتا مثل حبيب من الرئيس السابق، او تحمل موقفا معلنا حتى يحيى، رغم انه الان من حزب اتحاد الجمهوريه، ظل طيب مناهضا لنظام الرئيس السابق محمد عبد العزيز. انا اعتقد ان المستفيد الاول هو ترسيخ مفهوم المحاسبه في 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 تسيير الشان العام، لان لقد تجاوزنا في كل مراحل نقول عفى الله عما سلف. والموضوع لا يتعلق بالرئيس، لا يتعلق بالوزير، ولا يتعلق بالمدير، ولكن يتعلق بان هذا مال للشعب، وان هذه الصفقه حتى ان لم تتم محاسبه يتم تحديد المسؤوليه. طيب استاذ محمد، هنالك من قال هذه عصا ترفع في وجه الرئيس السابق بالاجل محاوله التاثير عليه او التاثير على مواقفه او تخويفه او غير ذلك من الاحتمالات، وبالتالي نحن لسنا امام تحقيق جدي، نحن لسنا امام محاوله او لتطبيق نظام المحاسبه كما ذكرت. والدليل على ذلك عدم ترتيب شيء على التقارير التي نشرت دفعه واحده. اتحدث هنا عن تقارير محكمه الحسابات. جيد، انا اعتقد ان المستفيضه، ويمكن ان نطلق ان هذه اللجنه لجنه مستفيضه، لانه لا يمكن ان تجتمع المعارضه على الاقل في جانبها المتشدد الان وهو التواصل، وجانبها المعتدل نسبيا التكتل والاتحاد والتقدم، مع الموالاه في ابهاء صورها، ان تجتمع على باطل. ان تم الجر بهذه اللجنه الى سياقات غير متفق عليها او غير مضمونه مثل التي تشير اليها،
سيحدث خلاف، أنا متأكد. لا اسمح لي، الأمر هنا لا يتعلق بحق وباطل، الأمر هنا يتعلق بأنه النظام كان، اسمح لي، النظام كان يقف كما ذكرت في نفس البرلمان الذي صدق على تشكيل هذه اللجان، هو نفسه تقريبا البرلمان الذي وافق أو عدد من وافيه وافق على هذه الصفقات التي يحقق فيها الآن. إذن هذه الأدوات التي تعطي الغطاء الآن لهذا التحقيق هي نفسها تفتقد للمصداقية، تفتقد للجدية وفق البعض، وبالتالي نحن أمام عملية غير مقنعة، غير مقنعة وغير جدية. من حيث مبدأ هو عمل جدي جدا، من حيث المبدأ أن تكون هناك لجنة تحقيق حتى ولو كان عنوانا، هذا مبدأ، هذا شيء مفيد في أي ديمقراطية ناشئة. طيب أما في النوايا، إلى أين يمكن أن يصل هذا التحقيق بشكل جدي؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن نخرج في نهاية هذه المأمورية، في نهاية هذه المأمورية هذه اللجنة 6 أشهر، أن نخرج بتقارير تحد مسؤولية واضحة لأشخاص محددين عن شبهات فساد في قضايا ملفات معينة، قد لا يكون منهم رئيس، وقد يكون منهم، وقد يكون مقرب منهم في هذه الملفات، وقد لا يجدون ضالعا لسبب ما. ولكن طيب، أنا أعتقد اسمح لي أن نفتح بعض هذه الملفات التي يدور الحديث الآن عن أنها، أن اللجنة تحقق فيها. قبل يوم أو يومين أطلق سراح آخر شخص متهم في قضية تصفية سوني ميكس، وهو أضعف الحلقات في هذا الملف، وأفرج عنه بحرية مؤقتة بينما بقي المتهمون الآخرون خارج أسوار السجن. إلى ما يشي هذا؟ لم بالمناسبة لم يتم الإفراج عنه بوحده، تم الإفراج عن المدير السابق لشركة أنير الذي كان مطالبا بتسديد 22 مليون فقط، فيما هناك البعض تم اتهامه بمئة مليون لم يسدد. أنا أعتقد أن ما جرى هو نوع من الإنصاف لحلقات أضعف. كانت متهمة يعني، نعم، كمحاولة لتغطية على إما أشخاص تم إسكاتهم، وإما تم أخذهم ككباش فداء لترويج محاربة الفساد، وقد أخذنا متهما، لأنه لا يوجد في النهاية ملف من دون متهم. وبالتالي أعتقد أن الإفراج عنهم نوع من رفع الغطاء كما قلت عن 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 هذه الملفات، وجعلها طبيعية لكي تكون أمام التحقيق. أنا أميل، طيب ما فيما يتعلق ملف سوني ماكس، ما الذي يمكن برأيك أن تقوم به اللجنة في سبيل تقصي؟ هل يتعلق بطريقة الخبراء؟ هل يحتاج هذا عمل فني باحث يتعلق بالخبراء الذين سيتناول، لكن عمل فني سبقته أعمال أخرى فنية، يعني الملف كان عند القضاء وحقق فيه وتقريبا المعطيات، نعم، فيه في بعضه. والسؤال يجب أن يكون ما مدى كيف ستكون تعامل السلطات التنفيذية مع التقارير التي تستخرج بها هذه اللجان؟ على الصعيد الشخصي أنا أثق في هذه اللجان هكذا. طيب كيف يعني، ما هي، أقصد هنا، ما هي المؤشرات التي أعطتك تثق في اللجنة؟ نعم، أنا تنوع هذه اللجنة، أيوة، تنوع هذه اللجنة يجعلني أثق فيها، أيوة، كونها ليست من الموالاة، كونها ليست من المعارضة، كونها تمثل عدة كتل برلمانية، ليست 4 كتل برلمانية، وكل كتلة رمت بكفاءاتها. وهذه اللجان أيضا ستباشر عمل، ستغطي من الفوق العمل، ولكن العمل الفني سيقوم به خبراء يفترض أن يكونوا مخلصين، والشعب سيكونوا محاسبين أمام الله وأمام الشعب الموريتاني في حول تقاريرهم. أيضا أعتقد أن 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 التحقيق قد يطال رؤوسا، وهذه إشكالة قد يقع فيه النظام، بحيث هناك مسؤولين كبار ما زالوا الآن في السلطة، بعضهم مدير أكبر الشركات، وزير المالية السابق، منحت صفقات الأراضي، وحينما نقول عقارات لا تعني مدارس ولا تعني مدرسة الشرطة ولا تعني ملعب الأولمبي، ولكن تعني 35 كيلومتر ما بين نواكشوط ومطار متونسي، لأن كل هذه الأراضي منحت لخصوصيين أو شركات أو غير ذلك. يعني هو هذا الملف يمكن أن يتسع أو يضيق بحسب التناول.
لديك ايضا محمد سالم بشير وهو مسؤول هو الامين العام للرئاسه الجمهوريه. أيوة. وهو ضال في ملفات صنع لك في ملفات الطاقه. يعني هناك من يتهمه على الاقل حتى لا نحكم عليه. السناتور محمد الغدد تحدث عنه لاكثر مره في برنامجكم هنا في صميم على قناه مرابطون. طيب. إذن هذا الاشكال هذا الحرج سيقع فيه النظام. هناك ايضا وزير الصيد انه يسرقه كان وزير الصيد ايام الصفقه وهو الان قد سيستدعى بصفته شاهدا وانا متاكد انه سيستدعى لانه لا معنى لتناول هذا الملف من دون استدعاء وزير الصيد الذي اعطى الصفقه والذي والفنيين الذين معه ومن شارك كل من شارك. طيب اسمح لي ان اخذ فاصلا قصيرا ثم اعود لمواصله هذا النقاش. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانبكم توصل الصوت وتوضح الصورة. نتابع معكم الجديد عبر نشرات إخبارية مفصلة وموجزة باللغة العربية والفرنسية كولار وولف سونيكي. نطوف معكم الوطن بل والعالم بتقارير تعكس الواقع من الداخل ومن العاصمة نواكشوط تحكي آلام وآمال المواطن. نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا الرأي العام. نتوخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية. المرابطون الوطن بكل أبعاده. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد والذي نناقش فيه اللجنه البرلمانيه للتحقيق في ملفات العشريه. معنا الكاتب الصحفي سيدي محمد والبلعم. استاذ محمد كنا نتحدث قبل الفاصل عن الملفات المتعلقه بالعقارات والاراضي من الملفات التي ستحقق فيها اللجنه ما يتعلق ببيع بعض المدارس وعقارات الدوله في العاصمه نواكشوط. ما الذي يمكن أن تصل إليه اللجنة برأيك في هذا الملف الذي أشيع بشأنه ما أشيع كما تعلم؟ نعم المشكلة أنه قد تغيرت ملامح هذه المدارس وهذه المنشآت وغيرها وحتى تم الاستثمار فيها بطرق أخرى. هذا إشكال نحن أمامه عموما، ولكن مع ذلك دائما سيتم تحديد أو هذا هو الأهم عندي أن يتم تحديد مسؤولية من تهاون. هل كان هذا البيع ضروريا؟ هل كان هذا الصرف البيع ضروريا؟ هل كان بدل أن تكون مدرسة تكون إدارة عمومية، بدل توزيع قطع الأراضي على الخصوصيين ومنحها للخصوصيين أن تكون أن توزع عشرات، هناك من وجد 10,000 متر مربع في أماكن من العاصمة الآن وهناك من لا يملك متر مربع واحد. يعني كان انا اعتقد ان موضوع العقارات موضوع شاسع وهكذا يجب ان يتم تناوله، والموضوع كله يتحدد بحسب الخبير او مجموعه الخبراء الذين يتناولونه. اعتقد طيب. ان الموضوع فني اساسا. نحن كمراقبين نعرف ان تناولها انه يحدث لاول مره في هذا المرتين، اننا نعيش تجربه إن كانت خاطئة ستكون لأول مرة وإن كانت سليمة ستكون لأول مرة، ولكنها تجربة مفيدة للديمقراطية. مبدأ المحاسبة ترسيخه تحديد المسؤولية أن تكون. طيب برأيك هل سيتجه النظام الجديد إلى معاقبة من تذكره هذه الملفات حتى لو كان جزءا من الحكومة الحالية ومن النظام الحالي، أم أن الأمر يتعلق فقط بشخص فقط وسيحمل كل الأوزار وتقدير شخصي بقية الجسم يبقى في تقدير الشخصي؟ فإن أو هذا تقدير شخصي يعني ليس مؤكدا، أن النظام يبحث عن مبررات أخلاقية للتخلص من بعض من يعلقون به من النظام السابق، وبالتالي فإذا ما تم تحديد مسؤوليتهم عن ملفات معينة أقل ما يمكن أن يتم التصرف معهم هو الإقالة. إن لم يتم
إن لم تتم مطالبتهم بإرجاع الأموال، إن لم يتم استرجاع الموجود الأصول نفسها، لأن بعض الأصول بعض القطع الأرضية ما زال موجودا بذاته. طيب نعم، وسيلة مداد كثير بشأن موضوع عائدات صندوق عائدات النفطية، وأنه سحبت منه مبالغ إلى آخره، وسمعنا تصريحات من المسؤولين بما فيهم تقارير المحكمة اللي أشارت إلى أنه طريقة سحب هذه العائدات كانت طريقة قانونية عادية. هذه المشكلة، أنه في موريتانيا كل اختلاسات تتم بطرق قانونية، وكل الصفقات تمنح بطرق قانونية، ومع ذلك يباع قلم الرصاص ب25,000 فوقي. هذا هو الإشكال، أن من يقومون باختلاس المال العام، ومن يقومون بمنح الصفقات بطريقة معينة بطريق في قالب قانوني، ولكن الخبير هو الذي سيحدد أن من منح الصفقة ومن والوزير مسؤول عنها حينها كان متمالئا إلى حد ما، وقد توجه إليه تهمة التفريط في المسؤولية. هناك تهمة معروفة، حتى لو أنت لم تسرق شيء ولم تأخذ مالا عاما، ولكن فرطت في مسؤولية هؤلاء المواطنين حينما تمنحوا أرضهم بتقدير غير موفق، تبيعها من دون مبرر، وأنت تعرف أن الأصح أن تبقى هذه الأرض للمواطنين وتمنح لوزارات أو غير ذلك، يجب أن تكون أن توجه إليك تهمة التفريط في المسؤوليات. هناك بعض الصفقات التي منحت من أجل أن تمنح لأشخاص، ومع ذلك فهي تأخذ قوالبا قانونية. الصفقات التي تكلم عنها السناتور محمد القدة هي صفقات لا لبس فيها، يأتون بعدة شركات يعطونها يتجاوزون بعض الشركات. طيب رأيك لما لا تفتح ملفات قضائية في هذه القضايا؟ نحن أنا أعتقد أن لماذا لجأنا إلى صيغة لجنة برلمانية سياسية في النهاية؟ لما لا يحال الملف إلى القضاء، وبالتالي نكون أمام قضية أو مسار قضائي؟ نحن الآن في مسار سياسي، نحن الآن في مسار تحقيق سياسي. أعود إلى ما قلت لك ولأصيغه لك بطريقة أخرى، أن النظام يعني السلطة التنفيذية لا تريد أن تكون هي من يقرر اتهام الأشخاص محددين، يريد أن هؤلاء هم منتخبوا الشعب، هم من اتهموكم، هؤلاء هم من قرروا أنكم أنتم المسؤولون عن هذا. إذن يجب، أنا أعتقد وهذا تقدير شخصي مني، أن النظام يبحث عن مبرر أخلاقي لتخلص أو لمواجهة بعض المسؤولين عن هذه الملفات. مع ذلك فإن هذه اللجنة لن يكون عملها فعالا ما لم يجد مبادرات موازية. وأعتقد أن مبادرة مثلا السناتور المتجول الآن في أوروبا الباحث عن محاكم دولية ليحاكم بعض الشركات التي استفادت، يعتقد هو أنها استفادت على حساب الشعب الموريتاني، خلق نوع هكذا مبادرات موازية للتحقيق يجعلها في حرج أكبر، ويضخم هذه المسؤوليات، وينير وربما خبراء مبادرات أخرى تنير الطريق للخبراء الذين استعتمد عليهم لجنة التحقيق البرلمانية. مع ذلك نحن بحاجة إلى أن تمضي هذه اللجنة ربع أو ثلث وقتها لنعرف أي اتجاه ستأخذ. طيب في بعد انتهاء تحقيقات مثلا هذه اللجنة، هل سيكون الوقت هو قد حان لتقديمها للقضاء أيضا من جديد، ونبدأ في مسار التحقيقات وبها، ويمكن هنا أن تكتمل مأمورية الرئيس قبل أن نصل إلى شيء؟ أن علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية أنه سيتم توجيه تقرير إلى رئاسة الجمهورية والحكومة بنتائج هذا، بنتائج اللجنة. أيوة، وعلى أساسها السلطة القضائية تتخذ مسؤولية. تقصد السلطة التنفيذية؟ السلطة القضائية، لأن هناك أنت تقصد أنه البرلمان يمكن رأسا أن يوجه الأمر إلى السلطات. السلطة التشريعية هي من يفتح الآن لجنة التفتيش، لجنة التحقيق. السلطة التنفيذية هي من يقرر، هي صلة الوصل بين القضاء والبرلمان. أيوة. أيوة. إذن سيحال الحكومة، والحكومة تحيله إلى وزارة العدل التي يجب أن تفتحها، ستحيله إلى النيابة العامة، إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقات بشأن قوة القانون. هناك قوة لم تستخدم كثيرا في هذا البلد للأسف، وهي قوة القانون وتفعيل العلاقة بين هذه السلطات.
وهذا هو ما قلت لك أننا نعيش تجربة. حتى لو مشكلة أن القانون الآن القانون كل يضعه في جيبه ليفعل به ما يشاء. نحن لسنا أمام حالة يعني مستمرة أو حالة منهجية يعني. نحن أمام نظام يحاكم بعض نحاكم من يختلف معه أو من تشاجر معه أو من صارعه أو من ينافسه. وبالتالي المطعن هنا في مطعن هنا في بعض من سيبقى موجودا حتى لو كان حتى لو كان هنالك حالة استياء عام من النظام السابق. في النهاية سيبقى موضوع العدالة هنا مشكوك فيه والدوافع مشكوك فيها. هل يترتب على صدقية وجاهة الآراء التي تحرر بهذه التقارير؟ حينما تكون هذه الآراء وجيهة وحينما تكون التقارير وجيهة وحينما تقدم البينات واضحة وطرق الإقناع الواضحة سيحكم الرأي العام على جدوى هذه العملية وهل هي تصفية حسابات حقاً؟ أم ليست تصفية حسابات؟ أنا أعتقد أنه إذا كان الأمر يتحدد وفق ما قلتم أنتم وقلت أنت الآن فإن ردة فعل الطرف الآخر ستكون محددة هي الآخر. طيب. بمعنى أنه إذا حدثت مقاومة أو مشاكسة من المعنيين والمسؤولين ستتحدد اللعبة بطريقة طيب أخرى. ما تأثير هذه اللجنة والنقاش بشأنها ما تأثيره على ملف محاربة الفساد؟ المفروض أنه حفظ الموجود أو لا من طلب المفقود. نحن لا أو لا نحارب الفساد الواقع قبل أن نشكل لجان لتفتيش بعدي عن هذا الفساد أو لتحقيق بشأنه. ما الذي يمكن أن يقام به الآن من أجل محاربة الفساد ومن أجل المحافظة على المال العام؟ أنا أعتقد أن الحكومة يجب أن تقوم بأن تستحدث آليات غير الشعارات، وهذا حرج. لأن حينما تحمل شعار لعشر سنين ويتم تعريض كل شيء فأنت في حرج بالغ. أعتقد أن الآلية الشفافية الضرورية لحماية الممتلكات العامة والمال العام لم تتم بعد ولم يتم اتخاذها بعد، ولكن هذه التجربة أنا لا أضعها فقط في موضوع محاربة الفساد، ولكن في موضوع تطوير المؤسسات وتطوير الديمقراطية وترسيخ سلطة البرلمان. لأن هذا البرلمان نعيشه من سنة 92 لأول مرة يمارس هذه السلطة، رغم أنه مارس السلطات مختلفة مثل محكمة الحسابات ومثل في أوقات مختلفة ولم تكن تجارب مكتملة ولا ناضجة. لا، هناك ما يقول لك في النهاية نحن أمام استخدام للبرلمان في الموضوع، لأنه نفس البرلمان استخدم في تقرير في إقرار هذه الاتفاقيات يعني المعارضة والآن يستخدم للتحقيق فيها. لا يوجد يعني أن المعارضة تستخدم الآن؟ لا طبعا وفق هذا التعبير لا، القضية ليست معارضة ولا موالاة، نحن نتحدث عن برلمان فيه أغلبية. أنا أعتقد أن هذا البرلمان في داخل اللجنة هي موضوع مطمئن. أعتقد أن وجود معارضة في هذه اللجنة موضوع مطمئن. مطمئن من أي زاوية؟ من زاوية أن لا تقر موالاة لوحدها في تصفية حساباتها. والذي يمكن أن يفعله نائبان في ظل هذا العدد الضخم تقديم رأيهم ورأيهم هو وازن في 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 ولديهم القدرة قطعا على التعبير في 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 كل مرحلة من هذا التحقيق سيكون محرجا للنظام. واعتقد ان النظام ايضا محرج امام المولين، لان الموضوع لا يتعلق بموريتانيا، لان هذه مشاريع مولت من طرف مستثمرين اجانب وموضوع الديون الخارجيه. ايوه، لانه البعض ملفات اخذت فيها اموال كثير من قروض يعني. اذا يترتب عليه اكثر من شيء، اذا كانت هذه اللجنه جديه فان المانحين والشركاء سيكونوا اكثر ارتياح. إذا لمست فيها تصفية حسابات فالآن أنت تعرف شكرا جزيلا أن الشركاء الكاتب الصحفي لديهم من الحصافة والحلاقة ما يميزون به الأمور. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي سيد محمد البلعمش على هذه المعلومات القيمة حول هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، نقول لكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.